السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة My English Time. فيديو النهاردة هناخد فيه يونت 7 للصف الثالث الابتدائي، واللي هي بعنوان In the Department Store، في المتجر المتعدد الأقسام. هنبدأ الفيديو بـ Lesson 1، الدرس الأولاني، بعنوان Conversation Time اللي هو وقت المحادثة. أول حاجة هناخد فيها المين فوكابلري اللي هي المفردات الرئيسية أو الكلمات الرئيسية في الدرس، نقرأها كده ونستمع بتركيز. Department store، department store، color blue، red، what color، favorite، nice، but، like. اوكي، طبعا نقرا الكلمات كويس جدا، ولازم ان نكون حافظين سبيلنج وحافظين المعنى بتاعها، لانها بتفيدنا طبعا في حاجات كتير جدا. هنبدا بعد كده ناخد الميني دايلوجز اللي هي المحادثات القصيره اللي موجوده في الليسن 1 في الدرس الاولاني. طبعا قدامنا دي زي ما احنا شايفين محادثتين، المحادثه الاولانيه ديت دي المحادثه الاساسيه واللي بتيجي بنسبه كبيره في الامتحانات، ودي محادثة كنا واخدينها في الفيرست تيرم في الترم الأولاني، وهو بيجيبها لك كنوع من المراجعة إن إحنا بنراجع عليها. طيب ناخد كده المحادثة اللي هي الأساسية والرئيسية ونشوفها بتتكلم عن إيه. دول طبعا الاتنين اللي هيشاركوا في المحادثة اللي هو تو بويز، عبارة عن ولدين هيشاركوا في المحادثة، كل واحد فيهم شاري تي شيرت مختلف في اللون عن التاني، ده شاري تي شيرت أزرق وده شاري تي شيرت إيه أحمر. فيحصل ما بينهم حوار دلوقتي وهنشوف بيتكلم عن إيه. أول حاجة ده بيقول إيه؟ What color is it? What color is it? يعني ما لونه؟ عاوز يعرف لون الايه الحاجة اللي معاه او لون التيشيرت اللي معاه. فبيقول له ايه الولد ده؟ قال له It's blue. Blue is my favorite color. يبقى تاني قال له ايه It's blue. Blue is my favorite color. يعني بيقول له ايه لونه ازرق، وبعد كده قال له ايه الازرق ده هو لون المفضل. رد الولد التاني اللي معاه التيشيرت الاحمر قال له ايه بقى؟ Blue is nice، يعني اللون الأزرق ده لون لطيف وجميل. But I like red، ولكن أنا بحب اللون الإيه؟ الأحمر. طيب المحادثة دي طبعا لازم نحفظها ونعرف نكتبها كويس، عشان قلت هتفيدنا كتير أوي في الامتحانات. نيجي بعد كده للمحادثة التانية اللي احنا واخدينها في الفيرست تيرم في الترم الأولاني. بتتكلم طبعا عن حاجه هنا ان انا ازاي اسال واحد عن البلد اللي واجه منها، يعني هو منين. لو انا حابب ان انا اسال واحد مثلا تورست او اجنبي مثلا موجود في الاهرامات او حاجه، عايز اقول له انت منين، فهقول له ايه وير ار يو فروم. وير ار يو فروم يعني من اين ايه، من اين انت. هيرد على طول يقول لي اي ام فروم، وبعدها اسم البلد بتاعته، وليكن مثلا هنا ايه فرانس، اي ام فروم فرانس، يعني انا من فرنسا. هنخلي بالنا في مين حاجات مهمة جدا في المحادثات ديت، هو ان انا دايما ببدأ بكابيتال لتر، يعني بحرف ايه كابيتال، سواء كان سؤال او اجابة او جملة، يعني سواء ببدأ سؤال او اجابة لازم ابدأ بكابيتال لتر. طبعا في نهاية الكويستشن بنحط الكويستشن مارك، وفي نهاية الايه السنتنس او الجملة بنحط ايه فول ستوب. طيب نخلي بالنا كمان من بط اللي قدامنا ديت. بط ديت كلمة بمعنى لكن، بستخدمها عشان اربط بين جملتين بينهم تناقض. طب ايه التناقض اللي في الجملة ديت؟ هو ان هنا بيقول ان بلو از نايس، بيتكلم عن اللون بلو، هنا بيقول ايه ريد. فعلا في تناقض او اختلاف ما بين اللونين، عشان كده استخدمنا هنا بط، لان في تناقض واختلاف بين الجملتين. ونخلي بالنا ان احنا بنحط قبلها ايه كما. اوكي، اول حاجه بيديني اكتيفيتي، نشاط على المحادثه اللي هي الاساسيه اللي احنا قلنا عليها مهمه جدا، بعنوان ايه fill in the gaps using these guiding words، يعني بقول استخدم او املا الفراغات الاتيه باستخدام هذه الايه الكلمات. اول حاجه بقول ايه what is it، هتبقى what ايه، برافو عليك، هتبقى what color. ليه بقى؟ لان هو هنا بيسال على ايه، على لونه، على لون حاجه، يعني بيقول له وات كلر از ات، هيرد ايه التاني يقول له ايه برافو، هيقول اتس بلو. بلو از ماي ها كلر، بلو از ماي فيفرت كلر، برافو
blue is my favorite color، ونحفظ الكلمة ديت عشان مهمة جدا، كلمة جديدة علينا وهنستخدمها دايما في السنين اللي جاية. blue is my favorite color يعني اللون الأزرق ده هو لون الايه المفضل. التاني هيقول له ايه؟ blue is but I like red. ها فكر كده. ايوه برافو، هتبقى blue is nice يعني blue is nice اللي هو اللون الأزرق ده لون لطيف ولكن أنا بحب اللون الايه الأحمر. نيجي بقى بعد كده لحاجة مهمة جدا، وهو بيشرح لي ازاي اسأل على لون حاجة، ودي حاجة مهمة جدا عندنا في المنهج. لو بسأل على شيء مفرد، لون حاجة مفرد، هنسأل بحاجة اسمها what color is it. what color is it. طيب هيرد يقول لي ايه الشخص؟ هيقول لي it's، وبعدها الايه اللون بتاع الحاجة دي. طيب نشوف كده مثلا example، مثال الكلام ده زي المثال ده. what color is it. what color is it. هيرد طبعا يقول لي ايه؟ it's blue. it's blue يعني لونه ايه؟ ازرق. طيب ده لو احنا بنسال عن شيء ايه مفرد. طب لو بسال عن شيء جامع بقى هنقول ايه؟ what color are they. what color are they. ده لو بسال عن لون حاجه ايه جامع او حاجه كتير. هنرد طبعا هنا نقول ايه؟ they're، او ممكن نقولها they are. they're او they are، وبعدها الايه اللون زي الاكزامبل ده كده. المثال ده بيقول ايه؟ what color are they. بيسال على لون الايه الابلز، بيقول what color are they يعني لونهم ايه. هنقول ايه طبعا؟ they're red. they're red يعني لونهم ايه احمر. طيب نمبر 2، talking about favorites اللي هو ازاي اتكلم عن الحاجات المفضله بالنسبه لي. طبعا لما اجي اتكلم مثلا وليكن الاحمر او الازرق هو لون المفضل، فلو هتكلم عن الازرق اقول ايه؟ blue is my favorite color. طب لو الازرق هو الاحمر هو لون المفضل هنقول red is my favorite ايه color. اوكي تعالوا بعد كده لما اعبر عن حاجه اللي هي في نمبر 3 expressing likes، ازاي اعبر عن الحاجات اللي انا بحبها بقى. طبعا لو انا بحب حاجه بقول دايما ايه I like، وبقوم قال اسم الحاجه اللي انا ايه بحبها. اوكي فهنا مثلا بيقول ايه زي ما جت في المحادثه، بيقول blue is nice لون الازرق ده لون لطيف but I like red. شوفوا بقى عبر عن الحاجه اللي بيحبها ازاي باستخدام حاجه اسمها ايه like اللي هي بمعنى يحب. I like red. I like yellow. I like English وهكذا. يبقى بنقول I like وبعدها الاسم الحاجه اللي احنا ايه بنحبها. اوكي نيجي بعد كده لنمبر 4، وبيشرح لنا حاجه مهمه جدا وهي اللي احنا خدناه في الفيرست تيرم، ازاي اسال واحد عن البلد اللي هو منها. احنا قلنا زي ما شفنا في المحادثه انا بسال بايه؟ بوير، عشان اعرف المكان اللي هو منه او البلد اللي هي اللي هو جاي منها. يعني بنقول له ايه؟ وير ار يو فروم، من اين انت؟ فبقوم قايل ايه؟ اي ام فروم، وبعدها اسم الايه البلد. اوكي اوكي طب امال ده ايه يا مستر؟ هنا بيعرفني حاجه اسمها السبجكت pronouns اللي هي ضمائر الايه الفاعل اللي بنبدا بها الايه الجمله. مهم جدا ان احنا نبقى حافظينهم كلهم ونبقى عارفين معنى كل ايه واحد. طيب بيعرفني كمان توزيع الفيرب تو بي اللي هو فعل يكون. فعل يكون ده بيتقسم في البريزنت سيمبل في المضارع الى ام واز وار. اي بيجي بعدها ايه؟ ام، عشان لما اجي اقول اي ام فروم فرانس او I am from Egypt، خلينا نتكلم مثلا على بلدنا اللي هي Egypt. I am from Egypt. طب لو هتكلم على ولد هنقول he is from Egypt. هتكلم على بنت she is from Egypt. طب هتكلم علي انا مثلا وصديقي فنقول ايه؟ we are from Egypt يعني احنا من ايه؟ من مصر. طب امال ايه الجدول ده؟ بيعرفنا هنا في الجدول ده ايه؟ ان I بيجي بعدها ايه زي ما قلنا ام. طب احنا ممكن نكتب ام بشكل تاني؟ اه ممكن نعمل لها ابريفيشن اختصار عن طريق ان احنا بنحذف الايه الفيرست ليتر اللي هو الحرف الاولاني اللي هو الاي ونحط مكانه ابوستروفي. بدل ما نقولها اي ام بنقولها اي ام. طب الاختصار ده فائدته ايه؟ فائدته ان هو بيخلينا انطق الايه الكلمه بشكل ايه اسرع، وطبعا بيوفر لي ايه كتابه بدل ما بكتب حروف كتير بكتب حروف ايه قليله. طيب يبقى هنختصر الفيرب تو بي اللي هو ام واز وار بطريقه سهله جدا، هو ان احنا بنحذف الحرف الاولاني في كل واحد فيهم وبنحط مكانه ايه ابوستروفي. فالاختصار بتاع ام هيبقى ايه؟ ابوستروفي ام. الاختصار بتاع از هيبقى ابوستروفي اس. الاختصار بتاع ار هيبقى ابوستروفي ار اي. اوكي
اوكي نكمل كده. طبعا هنا بيديني تمرين اللي هو من الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، بيقول listen and fill in the gaps. دي من ضمن الاسئله اللي هي listening اللي بتيجي في الامتحانات، بيستمع الطالب للمستر وهو بيقرا السؤال وبيقرا الاجابه كلها وبيكتب هو الكلمه الايه اللي ناقصه، وبالتالي مهم جدا ان هو يكون حافظ الكلمات بتاع المنهج كويس كده عشان يقدر ايه يكتبها صح. فالمستر هيدخل يقول ايه what color is it، طبعا الكلمه اللي ناقصه اللي هي كلمه ايه برافو اللي هي كلمه color، فالسبيلنج بتاعها بقى ايه سي او ال او يو ار برافو what color is it. هيرد يقول ايه بعد كده it's blue blue is my favorite color. شفتوا بقى ان كلمه favorite مهمه جدا ازاي، لانها بتيجي كتير في الامتحانات كمان برضو favorite blue is my favorite color. طيب قرانا المحادثه ديت قبل كده فوق هنعديها. ده سؤال طبعا اللي هو الرايتنج اللي هو سؤال الخط، طبعا مهم جدا ان احنا يكون خطنا كويس وعشان خط يبقى كويس بسيب كمان مسافات ما بين كل كلمة والتانية وحروف الكلمة تبقى جنب ايه بعضها. ده listening زي اللي فوق بالظبط زي اللي احنا عملناه. نحل طبعا مع بعض دلوقتي اللي هو conversation time exercise، تمرين على الدرس الاولاني بعد ما نكون ذاكرناه. نشوف كده ازاي هنحله. The first question بيقول listen and fill in the gaps. محادثة ما بين منى ونادر، فمنى بتقول له ايه what color is it، يبقى هنكتب هنا ايه what color is it، يبقى هنكتب is برافو. طيب هتقول ايه it's red it's red، يبقى هنكتب هنا ايه برافو هنكتب red. question number 2 read and match a with b، يعني اقرا ووصل a مع b. 1 black is ها هتبقى ايه برافو black is my favorite color، وبالتالي number 1 هتتوصل مع E. number 2 blue is nice برافو but I like red، لان احنا اتفقنا اللي بيجي قبلها الكاما ديت العلامة اللي هي ديت هي مين هي but عشان بتربط بين جملتين متناقضين. طيب blue is nice but I like red يبقى 2 هتبقى مع مين مع C. number 3 where are you from excellent where are you from، يعني من اين ايه انت انت منين where are you from يبقى 3 بتبقى مع A. number 4 I am ها I am هتبقى ايه بقى لنا ايه B وبقى لنا ايه D هتبقى ايه برافو عليك هتبقى I am from France. okay number 3 look and write a sentence under each picture، يعني بيقول لي بص او انظر واكتب جمله تحت كل ايه صوره. هنا مثلا جاب لي ايه اللون الاخضر، ممكن نكتب تحته ايه برافو عليكم، ممكن نكتب ايه اتس جرين. طيب البيكتشر الثانيه الصوره الثانيه جاب لي ولد واقف قدام البرج اللي هو برج ايفل، ودي طبعا ايه باريس اللي هي باريس اللي موجودة في فرنسا، بالتالي هو يقول لنا ايه بقى برافو هيقول I am هيتكلم على نفسه فيقول ايه I am ممكن نكتبها كده زي ما احنا شايفين كده، يا اما ممكن نكتبها ايه abbreviation apostrophe m زي ما اتفقنا، يبقى يقول ايه I am from France I am from France انا من فرنسا. طيب نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا وهو ان لما نيجي نكتب اسم بلد لازم نخلي الحرف الاولاني يكون ايه كابيتال، اسم اي بلد لازم يكون الحرف الاولاني فيها كابيتال زي ما هنشوف في السؤال اللي جاي ده. طيب question number 4 بيتكلم عن اللي هو بيجيب لي جمله وبيطلب مني ان انا اغير فيها بعض الحاجات اللي هو المفروض تبع علامات الترقيم. طب ايه اللي بيتغير مثلا في السؤال ده مستر عشان نبقى عارفينه؟ مثلا اسماء الاشخاص لازم تكون كابيتال، لو جاب لي اسم حد كابيتال لتر. طيب لو جاب لي اسم بلد برضه لازم تبدا بكابيتال لتر، لو جاب لي اسم مثلا لغه زي الانجليش او الارابيك برضه لازم تكون ايه كابيتال، لو جاب لي اسم يوم من ايام الاسبوع، لو جاب لي اسم شهر برضه لازم يكونوا ايه كابيتال. فنخلي بالنا من الحاجات دي، وطبعا بدايه الجمله لازم تكون كابيتال، ولو هي جمله بنحط فول ستوب، ولو كويستشن مارك بنحط علامه ايه استفهام في الاخر. طيب هنا بقى هنغير ايه؟ هنغير حاجتين اللي هو بيقول I am from Egypt، واضح جدا ان احنا ايجيبت دي بلد يبقى لازم نخلي الاي بتاعتها ايه كابيتال،
وهنشيل العلامة ديت ونحط ايه فول ستوب في الاخر، لان ديت طبعا ايه جملة. طيب ده طبعا سؤال الخط هنكتبه ايه زي ما هو، وكده نكون خلصنا ايه ليسن 1. هناخد بقى مع بعض دلوقتي ايه ليسن 2 اللي هو بعنوان word time. word time اللي هو وقت الايه الكلمات. اول حاجة المين فوكابلري اللي هي الكلمات الرئيسية، ها نقراهم كده مع بعض ونركز بقى في النطق كويس. shoes socks shirts skirts jeans shorts. نسمعهم كتير عشان نبقى عارفين النطق الصح بتاع كل ايه كلمة. طيب هلاحظ ان كل الكلمات اللي قدامنا ديت ايه كلها كلمات ايه مضاف لها اس، يعني كلها كلمات جمع بلورال. في منها يا مستر اللي بينفع نشيل منه الاس، وفي منه اللي ما بينفعش نشيل منه الاس خالص. طب قول لنا كده مين اللي ما بينفعش نشيل منه الاس خالص كده، اللي هو الجينز والشورتس. طب ليه يا مستر ما بينفعش نشيل منها الاس؟ لان طبعا البنطلون والشورت ما بينفعش ان احنا مثلا ايه نفصلهم، يعني ما ينفعش افصل البنطلون وانا افصل الايه الشورت، عشان كده دايما الكلمتين دول بيجوا بالايه بالاس. طيب بقيه الكلمات يا مستر هل ينفع اشيل منها الاس؟ اه ينفع اشيل منها الاس. لو هنا مثلا فردت حذاء واحده يبقى هنقولها الشو من غير الاس، لو هنا فردت شراب واحده يبقى هنقولها ايه سوك من غير الاس، لو هنا قميص واحد هنقولها ايه شيرت من غير الاس، لو هنا جيبه واحده هنقولها ايه سكيرت. اوكي انما جينز وشورتس دايما بيجوا بالايه بالاس. اوكي نكمل كده الفوكابولري اللي هي الفاضله او الباقيه. mother brother where live now bye bye see tomorrow. طبعا زي ما انتم تقولوا كده ان هي كلها كلمات اصلا احنا واخدينها قبل كده، وبالتالي ما هيش كلمات جديده ولا حاجه. نيجي بعد كده للميني دايلوجز اللي هي المحادثات الايه القصيره. اول حاجه خالص بيعرفني ان انا لما اجي مثلا اشاور او اتكلم على امي فبقول عليها ايه she's my mother. طب هي she's my دي ممكن نقولها مع حد تاني غير mother؟ اه طبعا ممكن نقولها مع مين؟ مع sister ومع الجراند mother، مع اختي ومع جدتي. يبقى ممكن نقولها ازاي؟ she's my mother she's my sister she's my grandmother. طيب هنا بيقول ايه لما اجي اشاور على والدي او اخويا او جدي هنقول ايه has my. فهنقول مثلا وليكن هنا زي ما مكتوب قدامنا has my brother. طب لو والدي هنقول has my father. طب لو جدي has my grandfather. اوكي نشوف كده الديالوج التاني. لما اجي اسال واحد واقول له ايه انت بتعيش في اي بلد او اين تعيش، اقول له ايه برضو هسال بوير برضو، ونلاحظ ان في وير الاتش بيكون فيها ايه سايلنت. يبقى وير Do you live? Where do you live? Where do you live يعني أين إيه تعيش؟ هيرد يقول لي مثلا I live in وبعدها اسم البلد اللي هو بيعيش فيها أيا كانت بقى، يبقى يقول I live in وليكن هنا Sunnyvale اللي هي اسم بلد يعني. I live in Sunnyvale. واحد تاني ممكن يقول I live in Giza أنا عايش في جيزة وهكذا. فردت هنا قالت له إيه Oh. طب Oh ديت بقولها إمتى يا مستر التعبير ده؟ بقوله لما أجي أعبر عن دهشتي أو اندهاشي من إيه من حاجة، لما بستغرب من حاجه يعني. اوكي شوف كده الديالوج نمبر 3. لما نكون مثلا واقفين مع اصحابنا مثلا او واقف مع صديقي وحان وقت ليه الذهاب وهنروح مثلا البيت ولا حاجه، فبقول له ايه I am going now. I am going now يعني انا هذهب ايه هذهب دلوقتي او انا همشي دلوقتي I am going now. فهيرد يقول لي ايه باي باي يعني الى اللقاء او مع السلامه. هرد اقول له ايه باي وبعد كده see you tomorrow يعني أراك ايه غدا. طبعا واخدينها برضو ايه قبل كده اللي هي باي باي see you tomorrow ديت واخدينها قبل كده. طيب نكمل كده ونشوف اللي هناخده بعد كده في الدرس التاني ده برضو. اول حاجة بعد كده هنا في البيج هنا بيقول لي اللانجوج فانكشنز اللي هي المهارات بتاعت الايه اللغة او المهام بتاع اللغة. نركز كده هنبدا طبعا بنمبر 1 انتروديوسنج ايه سمون، ازاي اقدم واحد زي ما اتفقنا. لو انا بقدم شخص مذكر هقول هي از ماي وبعدها براذر او فادر او جراند فادر او انكل. طيب لو بقدم مثلا ايه
سيدة أو أختي أو جدتي أو أي حاجة، هقول شيز أو شي إز ماي. ممكن نجيب بعدها إيه بقى؟ ممكن نقول شي إز ماي ماذر، شي إز ماي سيستر، شي إز ماي جراند ماذر، أو شي إز ماي أنت اللي هي إيه؟ عمتي أو خالتي. وطبعا عرفنا فوق إن أنا إزاي أسأل واحد على المكان اللي هو بيعيش فيه، فهو بقول له إيه؟ وير دو يو ليف؟ هيرد يقول لي أي ليف إن، وبعدها اسم الإيه؟ المكان. زي الاكزامبل المثال ده بيقول وير دو يو ليف، رد قال اي ليف ان سانيفيل. طيب ليفينج سام وان بولايتلي، ازاي اترك واحد بس بشكل ايه؟ مؤدب او بشكل مهذب. فبقول له ايه؟ اي ام جوين ناو، انا هذهب دلوقتي، بشكل ايه؟ مؤدب كده. فهيرد يقول لي ايه؟ باي باي. ارد اقول له ايه؟ باي سي يو تومورو، يعني اراك ايه؟ غدا، او اشوفك بكره. طيب الجزء بقى اللي جاي ده مهم جدا، اللي هو asking about numbers، ازاي اسال عن عدد شيء. طبعا طالما بسال عن عدد يبقى بنسال ب how many. طب how many ديت بيجي بعدها ايه؟ بيجي بعدها اسم جمع على طول اللي هو plural noun. طب ما ينفعش يجي بعدها اسم مفرد؟ لا، دايما بيجي بعدها اسم ايه؟ جمع. يبقى how many اللي هي معناها كم عدد، هيجي بعدها اسم جمع. زي المثال ده كده بيقول ايه؟ how many skirts، يعني كم عدد الايه؟ الجيبات. طبعا لما اجي اجاوب بعدهم كويس، وبعد كده بكتب اسمهم، يبقى اقول ايه؟ 1 2 3، يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ 3 سكيرتس، ثلاث ايه؟ جبات. طيب ده الكلام اللي احنا قلنا عليه واحنا بنقراه في، يعني بنقرا الكلمات مع بعض. قلنا ان في بعض الملابس مش هينفع ان احنا نشيل منها الاس، اللي هم الجينز والشورتس. طب ليه يا مستر؟ قلنا عشان ما بينفعش ان احنا ايه؟ نفصلهم، عشان كده دايما بنعملهم معاملة الجمع. يبقى الجينز والشورتس بنعملهم معاملة الايه؟ الجمع. عشان كده دايما ايه؟ هيجي معاهم ايه؟ they are او their، اللي هي الاختصار بتاعها. يبقى دايما لو جاب لي صورة الجينز هنقول ايه؟ they are او their jeans. طب لو جاب لي مثلا صورة الايه؟ الشورتس، هنقول ايه؟ their شورتس. نخلي بالنا عشان دي بتيجي في الامتحان، عشان بيبقى عاوز يلخبطني، لانه بيبقى معتقد او بيبقى مفكر ان انا ممكن ايه؟ انسى واعتبرها مفرد، عشان هو بنطلون واحد او شورت واحد، فهو قال اتس، وده طبعا غلط. يبقى الجينز والشورتس هنعتبرهم ايه؟ جمع. برافو عليكم، وبالتالي نقول معاهم ايه؟ they are. انما الحاجه الثانيه بقى اللي احنا قلنا عليها ممكن نفصلها، لو فصلناها هنعتبرها مفرد، فنقول معاها ايه؟ اتس اه، وبعد كده اسمها. زي مثلا هنا جاب لي فردة شراب واحدة، فقال لي ايه؟ it's a sock. انما هنا لما يبقى الاتنين مع بعض هنقول ايه؟ they are او their socks. طب هنا جاب لي فردة جزمة واحدة، فنقول ايه؟ it's a shoe. طيب الاتنين مع بعض هيقول ايه؟ their shoes. نكمل. هنا جاب لي ايه؟ تمرين على الجزء اللي احنا خدناه فوق ده، اللي هو بعنوان choose the correct words between brackets، يعني اختار الكلمات الصح من بين الايه؟ الاقواس. number one has my، طبعا هنا هي اتفقنا اللي هي بتيجي مع الايه؟ الذكور او الرجاله اللي موجودين في الفاميلي، فبالتالي هتيجي مع مين هنا؟ برافو عليكم، هتيجي مع brother. يبقى هنختار هنا مين؟ brother. يبقى has my brother. number two where you live، هنستخدم ايه هنا؟ برافو عليك، هنقول ايه؟ where do you live، لان do فعلا بتيجي مع مين؟ مع you. where do you live، اين تعيش. number three there my، طيب احنا اتفقنا ان there بتيجي مع الايه؟ مع الجمع صح، و it's بتيجي مع الحاجة المفرد. يبقى هنا there هتيجي مع الجمع، يبقى نختار معاها ايه؟ برافو عليك، هنختار shorts. number four قلت لما باجي اقول لواحد اشوفك، هشوفك بكره مثلا ولا حاجه، فبقول له ايه؟ سي يو تومورو. طب نخلي بالنا بقى كده عشان ما نغلطش مع ايه؟ مع سي الثانيه، لان هما الاثنين نفس النطق، بس السي ديت طبعا معناها ايه؟ بحر. برافو عليكم، يبقى هنقول ايه؟ سي ديت هتبقى الاجابه الصحيحه، سي يو تومورو. نمبر 5 اي ام، ها هنختار جو ولا جوز ولا جوين ولا، وبعد كده ايه؟ ناو. يبقى زي ما جت في المحادثه من شويه وخدناها فوق، قلنا ايه؟ I am، ها برافو عليكم، I am going now. طب ليه يا مستر ما بنقولش go او goes؟ هقول لك، لان verb to be اللي هو am او is او are بنستخدم بعده ايه؟ الفعل او الverb
بنضاف له اي ان جي، وبالتالي دايما هنقول اي ام جوينج. لو انا مثلا باكل اقول اي ام ايتن وهكذا، يبقى دايما هيجي بعد ام واز وار هنا الفيرب بنضاف له ايه؟ اي ان جي. نكمل. وير تايم اكسرسايز بيديني بقى تمارين على الدرس الثاني في يونت 7. نركز كده طبعا في السؤال الاولاني ده، لان في بعض الامهات كانوا مش عارفين ازاي السؤال ده بيتحل. طيب السؤال ده بيتحل ازاي؟ بيدخل هما الاثنين دول طبعا، السؤال اللي هو نمبر 1 والسؤال نمبر 2 ده اسئله listening، بيدخل المستر في اللجنه بتاعه الامتحان وبيقوم قايل مثلا اللي هو السؤال الاولاني، بيقوم قايل مثلا اولاد نمبر 1 هتبقى كذا، فالطالب بيدور على الصوره وبيحط لها الرقم اللي المستر قاله. طب تعالوا كده نعمل ايه مثال ونطبق الكلام ده كاننا في الامتحان بالظبط. نمبر 1 جينز، هيقوم الطالب يدور على جينز ويحط لها ايه؟ نمبر 1 بالشكل ده كده. طيب نمبر 2 شوز، هيدور على شوز ويحط لها ايه؟ 2. نمبر 3 سوكس، هيدور على سوكس ويحط لها نمبر 3. نمبر 4 سكيرتس، هيدور على سكيرتس اللي هي جيبات ويحط لها نمبر ايه؟ نمبر 4. نمبر 5 شورتس، هيدور على شورتس ويحط لها ايه؟ 5. بيتحل بالطريقه دي طبعا بطريقه سهله اهيت، ولكن هو بيحتاج من الطالب ان هو بيكون حافظ الكلمات عشان لما يسمع يبقى عارف هي اي صوره اللي هيحط لها الرقم. طيب question number 2 برضو بيكون listening وبيستمع الطالب فيها للمدرس بتاعه في الامتحان، والمدرس بيقول السؤال كله بالكلمة اللي ناقصة وبيقول الجملة بالكلمة اللي ناقصة، وهو بيسمع كويس وبيحط الكلمة الايه اللي ناقصة في مكانها. where do you live، يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة هنا اللي هي ايه؟ live. برافو عليك. طيب الرد بقى هيقول ايه؟ I live in Giza. I live in Giza زي ما خدناه في الفيرست تيرم، اتفقنا طبعا ان احنا لما بنيجي نكتب اسم بلد لازم اخلي الايه الحرف الاولاني فيها يكون ايه؟ كابيتال. برافو عليك. طيب نمبر 3 بقى السؤال الثالث، read and match A with B. نمبر 1 he is my، هي تيجي مع الذكور قلنا اللي موجودين في الفاميلي، يبقى هي هتيجي مع مين؟ برافو عليكم. هي از ماي براذر، يبقى 1 تتوصل بإي. نمبر 2 اي ليف، ليف طبعا هيجي معاها ايه؟ ان وبعد كده مكان، يبقى اي ليف ان سانيفيل، يعني انا بعيش في مدينه سانيفيل، يبقى 2 هتبقى بدي. نمبر 3 باي، ها برافو عليكم، باي بستخدمها عشان اودع حد، فبقول له باي سي يو تومورو، يعني مع السلامه اشوفك غدا، يبقى 3 مع اي. نمبر 4 شي، ها احنا قلنا شي بتيجي مع مين؟ مع المؤنث، وبالتالي هتيجي مع مين هنا؟ برافو عليك، شي از ماي ماذر، بقدم امي وبقول ايه؟ ان هي هذه امي، شي از ماي ماذر يعني هي ايه؟ هي امي، يبقى ديت هتوصل بايه؟ بي. طيب نمبر 4 look at the pictures and unscramble the words، يعني بيقول لي بص على الصور ورتب بقى الحروف بتاع الكلمه. اول حاجه اللي هي جينز هتبقى بالمنظر ده كده J E A N S، ها نمبر 2 shoes S H O E S، نمبر 3 shorts هتبقى S H O R T S shorts، نمبر 4 shirts S H I R T S. question number 5 اللي هو punctuate the following sentence، يعني اعد ترقيم هذه الجملة. اول حاجه قلنا بدايه الجمله لازم أن تكون ايه؟ زي ما اتفقنا بكابيتال ليتر، وبالتالي حرف الاي ده لازم نخليه كابيتال. طيب
حرف الاي ده معلومه برضو نخليها دايما مع ايه في دماغنا او في بالنا، هو ان حرف الاي اللي هو الضمير اي ده بمعنى انا دايما بيجي كابيتال، سواء جه في اول الجمله او في نص الجمله او في اي مكان، يبقى حرف اي اللي هو بمعنى انا اللي هو الضمير اي دايما بيجي ايه كابيتال. طيب نكمل، احنا قلنا اللي هي بدايه الجمله تبقى كابيتال، واحنا بنغير حاجتين بس، يبقى هنشيل كمان العلامه ديت ونحط مكانها ايه، برافو عليك، هنحط فول ستوب لان ديت إجابة من السؤال. طيب بعد كده exercise lessons 1 and 2، يعني بيديني تمرين هنا على الدرس اللي هو الأولاني والدرس الثاني. أول حاجة number 1 listen and fill in the gaps، يعني هتستمع وتملأ الايه الفراغات. أول حاجة في المحادثة قلنا ده جزء listening، يبقى بسمع وبكتب الكلمة الايه اللي ناقصة، هتبقى هنا ايه where are you from، يبقى ايه الكلمة اللي ناقصة؟ برافو عليكم، هتبقى where. هيرد يقول ايه؟ I am from France، يبقى هنكتب هنا ايه؟ France. طبعا ببدأ بالاف ايه؟ كابيتال عشان دي اسم ايه؟ بلد. France. Question number two: choose the correct words between practice، يبقى اختار الكلمات الصحيحة او الكلمة الصحيحة من بين الايه؟ الأقواس. Number one: I، اي بتاخد ايه؟ ابوستروفي ام ولا ابوستروفي اس ولا ابوستروفي ار اي فروم ايجيبت، يبقى برافو عليك هنقول ايه؟ اي ام، يبقى هنقول اي ام وبعد كده نستخدم الابوستروفي ام تبقى اي ام فروم ايجيبت، برافو عليك. نمبر 2 وات از ات؟ هتبقى وات تايم وات كولر وات سايز؟ اتس بلو. طبعا انا مش هعرف اصلا اجاوب الا لما اقرا الاجابه دي، ليه يا مستر؟ لان وات بتيجي ممكن تيجي مع الثلاثه، ممكن اقول وات تايم ما الوقت، وات كلر ما لون، وات سايز ما حجم، وبالتالي ينفع استخدم ايه الثلاثه مع وات. امال احل ازاي؟ هحل لما اعرف اقرا الاجابه كويس واعرف يا فا ايه. هنا بقول اتس بلو، يعني حاطط لي فا ايه لون، وبالتالي الاجابه هتبقى وات ايه، وات كلر. نمبر 3 they are، اتفقنا ان they بتيجي مع الايه؟ مع البلورال ناونز الاسماء الجمع، يبقى they are هتبقى they are ايه؟ برافو عليكم، they are socks. نمبر 4 I live، وبعد كده جايب لي جيزه، اتفقنا برضو زي ما خدناها في المحادثه ان احنا اي بلد هنحط قبلها ايه؟ برافو، هيحط قبلها نحط قبلها ان، يبقى نقول I live in جيزه، يبقى حرف الجر ان بيجي مع الايه؟ مع البلاد، برافو عليكم. نمبر 5 لما اجي اقول لواحد ايه اراقب ايه غدا، هقول له ايه؟ ها برافو عليك، هنقول ايه؟ سي يو تومورو، سي يو تومورو يعني اراقى ايه؟ غدا، سي يو تومورو. اوكي question number 3 look and write a sentence under each picture، يعني هتبص على الصور اللي جايه ديت وتكتب لي جمله تحت كل ايه صوره. طبعا الصورة دي مهمة جدا بتيجي في امتحان كتير، هي صورة الايه؟ الشورتس. ونخلي بالنا قلنا الجينز والشورتس تعامل معاملة الايه؟ الجمع، لان ما بننفعش نفصلهم، بما انهم جمع هيجي معاهم ايه؟ there او they are، يبقى ممكن نكتبها بطريقتين، يا اما نكتبها بالشكل ده كده، يا اما اكتبها ايه؟ بدون اختصار ونكتبها ايه؟ are. يبقى نقول هنا مثلا ايه؟ they are jeans، they are jeans. طيب نمبر 2 جاب لي ايه؟ 3 شيرتس، ثلاث قمصان، وعايز نكتب تحتهم جمله، يبقى نقول ايه؟ they، لان دول طبعا برضو جمع، يبقى they are shirts. طيب ممكن نكتب الرقم او العدد بتاعهم؟ اه طبعا ممكن نقول ايه؟ they are 3 ونحط هنا 3 الاول، هنا they are 3 shirts. هنا بقى السؤال اللي هو الرابع اللي هو copy the following sentences، يعني عاوزني انسخ الايه الجمل دي تاني او اكتبها، ده سؤال خط، قلت بيعتمد على اني اكتب خط ايه كويس. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. طبعا باذن الله هعمل فيديو تاني عشان نكمل الايه اليونت، هتبقى فيه او الفيديو ده هيبقى فيه يونت الليسن 3 والليسن 4 اللي هو الدرس الثالث والدرس الرابع مع بعض. اتمنى طبعا في نهايه الفيديو يكون الشرح عجبكم وتكونوا استفدتم،
وهستنى منكم رأيكم في الفيديو أسفل الفيديو في كومنت، وتعملوا شير للفيديو وتدوسوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد، وأراكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.